مشاهدي موقع ابو كبير ميديا، اهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد. والنهارده موجودين مع كروان مشاكل، حديث الترند في مصر، ومش هنقول بقى حديث المشاكل، لا حديث الترند في مصر، اللي كان بيغني هندي وطلع محتواه ان هو بيغني هندي. والنهارده موجودين معاه من الاستوديو وهو هيسجل لنا البوم هندي جديد. اهلا بك يا كروان في موقع ابو كبير ميديا. اهلا وسهلا بكبير ميتشا وباخواتنا اللي بيشوفونا على كبير ميتشا. كروان مشاكل هيغني البوم هندي خلاص يعني؟ ما لا كانش انا ثاني واحد اغنيه، مخلي واحد الاول واحد التاني. يعني انت الاول طلعت وقلت ان انت صوتك من ضمن العشرة المميزين في مصر، وما زلت مصمم على الموضوع ده؟ يا عم مش انا اللي مصمم، احالينا والناس اللي بتقول لنا ان الصوت مميز. هو في صوت مميز، وانت هتسجل لهم البوم هندي جديد هينزل. طب هقول لك حاجه، معلش هقول لك حاجه، لو انت في الشارع وسمعت صوت، مثلا سمعت صوت حسن شاكوش وهو بيتكلم عادي، ماشي، وسمعت صوت حمو بيكا وهو بيتكلم عادي، ولو سمعت صوت الكروان مشاكل وحياة عيالك هتعرف صوت مين. لو انا سمعت صوت، انا هتعرف صوت الكروان. طب انت تسمعنا حته من الالبوم الجديد اللي انت اللي انت جاي تسجله؟ لا لا، انا عايزين نسمع منك، الساده المشاهدين عايزين نسمعوا منك حته من الالبوم. ماشي، هسمع المشاهدين حضرتك. انا دلوقتي بتكلم في نقطه تانية، انت دلوقتي لو سمعت صوتي وصوت حمو بيكا واحنا بنتكلم من خير اغاني، هتعرف صوت ولا صوت حمو بيكا؟ طب يلا سمع الناس بقى. لا صوتك انا عاوز ولا صوت؟ رايك، انا عاوز رايك. انا هقول رايي بس انت سمع الناس. طيب لما تقول رايي والله ما هخلي. طب هقول رايي. طيب ماشي، بس غنينا. لا انت، طب غني بقى. انت بتقول ان انت صوتك من ضمن العشرة المميزين في مصر، فانا انا موجود معاك وانت بتسجل، يعني الناس عايزه تشوفك في الالبوم الجديد اللي انت هتصوره وهتنزله. اوكي ان شاء الله. يلا. صحوم بحوم بارو، صحوم بحوم بارو، تصامبا صمبارو، سانكي ماري بارو، سانتا بوربا بوربا، سانتي حوري بوري، يوستا تونكا بونكا، ساري ماري بارانتا، يوني باركورا سامي سانوا. ايه رأيك يا عم؟ ده جميل. الحمد لله. جميل. طب تقدر دي من الالبوم الجديد ولا دي ايه؟ هي تمنع الالبوم يعني، دي نازله دي نازله دي نازله من الالبوم الجديد. يعني انت بتضحك عليا؟ ما خلاص، يعني دي من الالبوم الجديد اللي انت هتغنيه. يعني انت داخل بتنافس الكليب الجديد. طيب ماشي، اديني بس بصراحه، يعني الكليب، ماشي الكليب الجديد تعالي مصمم. الكليب الجديد خلاص ماشي. يعني انت شايف ان انت صوتك اقوى من حمو بيكا واقوى من حسن شاكوش واقوى هو حمو بيكا؟ طب يغني بكارتر. بيغني بيه؟ بكارت؟ لا كارتر، كارتر. بجردن؟ كارتر. أنا مش عارف أنت بتقول إيه، اللغة بتاعتك مش واضحة، بس أنا موجود معاك. يا موجود عم مش معاك. عارف الكارتر يا عم. كارتر. طب أنت الناس الناس عرفتك من الأغنية الجديدة؟ لما بتخش الحمام بتتشطب. لا لا ثواني بس يا كروان، احنا مش عايزين نغلط في حد. ماشي، أنت احنا موجودين عندك هنا، احنا موجودين عندك هنا عشان أنت بتعمل أغنية وألبوم جديدة هندي في مصر، وهتبقى أول واحد مصري بيغني هندي، وقلت إن أنت صوتك من ضمن العشرة المميزين في مصر، تمام، والناس بتحكم عليك من صوتك. طب الأغنية اللي أنت اتشهرت بيها ممكن تغنيها لنا؟ سانتي مرتا بومبا هارتي باري كارو تستا كومبا بورا ساني ماري باري هونتي باري بارو. ايه رأيك؟ جميل، بس انت ما بيكملش ليه؟ يعني ما بيكملش ليه؟ ما عشان عندي مشاكل والله. ما انت جاي بتسجل هنا. ما انا سجلت يا عمنا وخلصت. بس يعني انت هتنزل بالبوم هندي جديد ده في السوق؟ والله هنزل بالبوم يا عم. اقول كليب يا عم؟ طيب ما تقولش البوم هندي. طيب بالكليب، ببلاش كلمه البوم دي عشان تقيله، مش عارف، مش لا مش لا الالبوم مش تقيله، تقيله على الصوت المميز العشر المميزين في مصر. ازاي يعني ما زلت مصمم على انت صوتك من العشر المميزين؟ البوم عادي. ايه يعني البوم؟ اضحك بقى. طب ممكن تقول لنا اللي طلعت معاك على السوشيال ميديا ديت؟ بعض الناس قالت ان ده واحد، وبعض الناس يا عم والله قالت بس إن... اللي يقول يقولها ما بيشكلنيش حد، لكن حال هي سوكتش نانسي الكتيت. يعني دي يعني دي واحده مش واحد. لا لا، ايه اللي انت بتقوله؟ مش طيب. انا اللي بقول، الناس اللي بتقول كلام الناس ملامه مش وخيره مش اكتر، كلام الناس ولا بيقدم ولا بيأخر. اجي يا جماعه كلام الناس وانا كحس اي حاجه. انت بتغني جورج كمان؟
حبيبي اخويا الكبير شرشر. اخوك الكبير. انت بتقول لي ان انت هتروح تغني مع شاروخان كمان. شاروخان انت في الحنت بقى. انت رايح له؟ انت قلت لي كده. والله يا ناس كلمته وعرضت عليه لكن الصراحه مش متاكد. يعني انت ناوي كمان تروح الهند؟ ممكن مع كارينكا كبوره في الحنتيه. يعني كمان هتغني معاها كارينكا؟ يعني انت ناوي تروح الهند كمان؟ ما اروحش ليه. بس يعني انت شايف ان صوتك جاي في الهندي؟ هو جاي في الحنتي. نعم، مميز، 10 مميزين في العالم كله. يعني انت مصمم انت صوتك من 10 مميزين، وان انت هتسافر الهند خلاص عشان تروح لشاروخان. والله قريب ان شاء الله، بس تالي بالتحديد. حد قعد معاك اتكلم معاك يعني؟ كلمت ناس كتير، وناس كلمت قالوا لي احنا هنحجز لك الطياره على حسابنا وكده والكلام ده. يعني هيحجزوا لك الطياره وهتسافر تروح لشاروخان تعمل معاه هندي هناك؟ هعمل معاه هندي والماني وكل حاجه. الماني كمان؟ لا هندي بس عشان ما احبش الكذب. ربنا بيحاسب. ربنا بيحاسب. انا ما احبوش. بس يعني انت هندي بس. طب بتغني مصري؟ طيب بغني مصري. يعني الالبوم الجديد اللي هينزل دوت انت عامل فيه اغاني مصري؟ ثواني بقى، ثواني هغني. لا خد وقتك. بتغني مصري؟ قول كده. انا ما بغنيش، انت اللي بتغني. الناس عايزه الناس عايزه تسمعك في المصري. يعني انت هتنزل اغنيه مصري في الالبوم؟ وبيحسدوني لما بضحك وبيقولوا لي يا بختك ناس كتير حواليك تحبك وقف جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا ويقولوا لي شايلف عينك. شايلف عينك؟ طب انت الاغنيه دي موصله عليك؟ الاغنيه دي موصله عليك؟ لا ما ينفعش، انا قلتها خلاص اتلخبطت فيها. طب احنا عايزين الاغنيه، عايزين نسمع الاغنيه الهنديه اللي انت بتغنيها وبتاثر فيك، اللي هي بتخليك تعيط. انا مش عاوز اعيط دلوقتي، معلش، عشان الساده المشاهدين برضه يعيطوا معايا. انت بقى من افكاري والحاني اغنيه الساعه باب الحاره مقفول بتاعت ام سيد. ام سيد؟ واحده كاتبها لي. واحده كاتبها لك؟ يعني في واحده كاتبه لك اغنيه اسمها ام سيد دي هتغنيها؟ طب قول لنا حته منها. لو طيب لو مش حلوه ممكن ما اقولهاش. لا قول الناس اللي هتحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وباب الحاره مقفول وانا لايمين يفتحوا. ايوه عم ابو سيد افتح. بص انا بص ابتديت اعيط وابتديت اتوخى. يعني الاغنيه دي بتاثر فيك؟ حسينه. هي على حدود اسرائيل اسمها الاغنيه. على حدود اسمها؟ على حدود اسرائيل. الاغنيه دي بتخليك تعيط؟ والله. بص عيونه. بص بقى، بص اسمع بقى. وباب الحاره مقفول وانا لايمين يفتحوا وانسلي يا ام السيد شوفي قفلوا قفلوا علينا قفلوا قفلوا علينا. ايوه يا ام محمد في ايه؟ قفلوا قفلوا علينا. طب فين ابو سيد يفتح لنا الباب؟ ايوه ابو سيد قال لا خلاص احنا النحايا بتاعتنا هنا وقفلوا الباب علينا. هما مين اللي قفلوا يا ابو سيد؟ قفلوا باب الحارة علينا الاسرائيليين وقفلوا الباب علينا وقفلوا باب علينا. انسلي يا ام كريمة ايوه فيه انسلي شوفي اسرائيل قفلوا الباب علينا. طب ما تقلقوش احنا مش قلقانين بس عايزين نكمل معاك. اكل كتير هيكفيكم لمده يومين وبعد اليومين نشوف حل باب الحاره نشوف هيحصل ايه. يا رب يخرج كل اسرائيل من بلدنا وما تحتلش بلدنا. طب بعد اذنك يا كروان. تاثير، واحنا تاثرنا ومشاهدين اتاثروا كمان بالموضوع. يعني ما احنا بس بنتكلم، انا ما اعرفش. المهم بقى، باب الحاره اتفتح في الاخر ولا لسه فضل مقفول؟ لا ما تقولش بقى، احنا مش عايزين نقول تاني. احنا عايزين نعرف في الاخر الباب اتفتح ولا ما اتفتحش. هو لسه الحاجه ام كريمه مسيد بتسجل الاغنيه ولسه بقى هي لسه هتكملها كمان. تعب فيه. لا انا عايزك تنصح ام سيد انها ما تكملش الاغنيه. يعني كفايه لحد كده. لا يا موسيقى انا لا ولا يعني مش عارف اتكلم بصراحه. لا طب احنا عايزين الاغنيه اللي انت شهرت بيها اللي هي سانتي مونتي مولي. سانتي مارتي بارتي حورتي بارتي بارو سنكا بونكا بون
ورق. انا بقيت بغني راب خد فعلي. بتغني باب كمان؟ كل الصوت من العشرة مميزين او ست ثانية حورتي بورتي سنكا بونكا بورو كايا مومبا بورو حرتي مرتي بورو بومبا بومبا رورا. اي خد يعني انت خلاص الالبوم بتاعك نازل امتى؟ ان شاء الله كمان في خلال يومين في شركة البريتكشن. يعني انت في خلال يومين نازل خلاص بالالبوم افتساح للكروان. بصوا الكروان نازل هيكتسح السوشيال ميديا. انا الكروان نمبر 1 الاول على مصر. العشرة مميزين في مصر وانتصرونا بكل كتيت. اخوكم الكروان مشاكل بيحبكم في الله ومشاكل سواق توك توك كمان وقفوا معاه عشان انا حد كويس وحد محترم وصوته حلو ومفروض تدعموني ومفيش حد في بلد يقف قصادي. ولو كنت عملت اسعاك لاي حد في دولتي او خارج دولتي انا اسف وحقكم على راسي يا اخواتي. واللي كان ان شاء الله بكل ادب واحترام شديد واول. يعني انت الفتره اللي جايه الناس هتشوف منك حاجه مختلفه والله العظيم اختلاف. وخلاص انا مش هتكلم ولا كم سيره حد تاني. جماعه كان مضحوك عليا يا جماعه وانا في مسيرتي في الترند عايزين... الاول على العالم وبس. يعني انت ما زلت في الترند الاول على العالم؟ الحمد لله بحب الناس والله يا اخوي. طب احنا ينفع نصور معاك مع زوجتك نانسي؟ ان شاء الله. نانسي فرفوشه وخربانه وما بتقولش على حاجه. يعني ان شاء الله نصور معاك بكره ان شاء الله معاها. شرف ليا. يعني انت بتدعينا في البيت عندك ان احنا نصور معاك انت واستاذه نانسي. تنوروني استاذه. هي مش استاذه. هي محاميه. ساي انا من محاميه. هي محاميه. انا معايا رصانص حقوق. معاك ايه؟ رصانص حقوق. رصانص؟ بس معاه رصانص حقوق. انا نفسي اعرف ده بيضحك على ايه. ماشي ما بودي مال النهارده جينا لقيناه بيغني باكستاني. يعني ما يغني باكستاني يا جدعان. احنا كلنا جايين ندعم كروان وكلنا نقف وراه. طب ما انت جاي بتغني برضه باكستاني يا بودي. لا لا ثواني يعني... كيف عليا الكاميرا. انا اخواتي في طهر على طول. لكن انت حتى تقف وراك تيجي تشوف بقى حاجه ثانيه. ما احنا يا ابني جايين هندعمك وانا حاجه بقى تحلك انت بقى اللي وقف وراك. طب كوتي 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 لنا حته كوتي كوتي لسه. وكوتي كوتي كوتي انا اغني باكستاني المره دي. غني بقى باكستاني. اسمع بقى عشان ناخد راي واحد من العشر من عشر الاصوات المميزين في مصر. قول عشان كمان هيميز صوتك. يميز مين يا عم؟ انا راجل فنان. غني يا بوش. غني طيب. تمام؟ غني. اسمعوا بقى يا جدعان. يا عم بقول اسمعوا انت جايب عنه ايه؟ انا الترند لازم. قول. يا ابني انت الترند. الكابتن يلا يلا فاريسو لي ميلو بابي كاستا بوفي نامولي لابيلي ستابولي نابيلا في بولي ستافوري لاميني نانو بالي كيلي ستابولي ناموري لسي فوري ماني ستابيري نانوري لابيري نانوري لابانا لابو يابو سي باني تابوري لفمالي الباكير ومصوفوري لستابيري ومباري تاتو يارجي. بودي ده ايه؟ ده باكستاني؟ ده باكستاني ده لازم. يعني واحد واحد هيغني هندي. بقول لك ايه معلش هو كان يعمل لقطه عشان بكلم هندي والناس. مفيش لقطات. بقول الناس وحب الناس بتاع اهم حاجه بس كده. ده تراك باكستاني وهينزل يعني انت حاجة. انت ثواني بس عشان اللايف يا بودي. اللايف يا بودي. بودي اللايف بعد اذنك. اللايف بس بعد اذنكم. يعني انت خلاص انت مصمم ان انت خلاص الالبوم بتاعك هينزل خلاص في السوق يا عم. تاي كان باكستاني انت مش لاقي حاجه هيقولها. بس بالله عليك بلاش اغنيه المساعد دي تنزلها في الالبوم. ليه يعني؟ عشان خليتني انا كمان اعيط زي ما انت عيطت. انا عيطت والساده المشاهدين عيطوا هم كمان. الحمد لله. طيب نسمع صوتك. طيب بحاجه انت موجود معاهم وانت بتغني مصر. يعني انت قاعد في وسط اتنين عمالقه. كروان مشاكل. عمالقه طول هو كروان. اتنين عباقره ماشي. كروان مشاكل وبوجي مارلي. يعني هما الاثنين زي بعض. فقول لنا حاجه. وكل واحد عنده سير عشان انتوا هتقيموه منه ومداري متحقيه ومداريه عن اقرب الناس ليه وانت اقرب حد ليا يا حبيبي لو عليا كنت اقول لك بس خايف. ايوه خايف واعمل ايه. بصفتك بقى من العشر الاصوات المميزين في مصر عايزك تقول لي رايك. لا انت هيروح لحن الشاي. انت صوتك اقوى من حمو بيكا ومن حسن شاكوش. فانت اللي قلت يعني. فانت ماشي تعالى ما ميسوش. تروح النقابه استاذ حسن شاكر يقول له يمين يمين شمال شمال. طب ما انت رحت النقابه.
انا رحت النقابه هاخد الكنيه. يعني انت هتاخد الكنيه خلاص. طب ثواني بس بتاع عشان يا عم مخنوق اللي بالتكييف فاصل. معلش معلش مفيش هوا يعني مفيش اكسجين يعني قطعوا التكييف وقطعوا النت عن مصر. قطعوا النت عن مصر. قطعوا النت. قطعوا النت عن مصر. امال ايه؟ انت شايف صوته ده صوته بجد جميل وده بقى اللي اتقال عليه من 10 مميزين في يعني انت بتغني باكستاني وكروان بيغني هندي ومعانا واحد بيغني مصري يعني تا بيقول عليه صوته حلو وبيقول صوته احلى من الكروان. انت مالكش تعب بالكروان عشان الكروان ما بيغنيش مصري. يعني انت بتغني باكستاني انت مصري وبتغني انت مصري انت مصري انت مصري وبتغني بتغني انا مصري وابويا مصري والحق امي كمان مصريه لكن في الهند ماليش بديل. يعني في الهند مالكش بديل. الحمد لله. طب نقول بقى حته تاني معلش هنحمل لك الالبوم بس حته تاني من حته الهندي من الالبوم. بقول لك انا تعبت حكي معلش مفيش اكسجين خلني ازاي. معلش قول حته صغيره بس ونختم بيها اللايف بس ساعات بس ما خدت دي كده اتفضل. نقول ايه حته من الجديد الكتيت شتيت على الكروان صوت مميز الاول في الوطن العربي. طيب العربي. الوطن العربي. طيب قول لنا بقى حاجه كده. طيب واقول لكم واقول لما هغني مصر لما الخرامه خرامه لما الخرامه حبيبي على الخرامه ولما الخرامه خرامه ولما الخرامه خرامه احلى مسا. لا احنا عايزين الهندي. الناس خدت على سانتي وانتي مور بتاعتك وحفظتها وبقت مفتاح السوق. ان شاء الله عاوز هنتي هنتي برتابورا سانكي بانكي بورو ساني ماري باري كاروما ساني هنتي برتي توستا كومبابورا يوستا كومبي ساني هرتي برتي مرتي احلى خد في التون. كنا موجودين معاك هنا بتسجل الالبوم بتاعك الجديد بتاع السوق وكروان قال ان هو من 10 اصوات المميزين في مصر وكنا مع بودي مولي بيعمل البوم باكستاني مع كروان واحد بيغني هندي واحد بيغني باكستاني وكان معكم محمد موقع ابو كبير ميديا.